كابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة النادي الأهلي في الترجي، أعتقد دي ليها معنى. آه طبعا معنى كبير جدا طبعا، إن كابتن محمود الخطيب يطلع كرئيس بعثة، وده بيدي سبورت للجهاز الفني، بيدي سبورت كبير جدا للعيبة في مباراة مهمة جدا. في مباراة مهمة جدا بتدي كمان موتيفيشن وحماس كبير جدا للعيبة، إنه طبيعي إن هو بيدي 100%، لكن لما كمان رئيس المنظومة ورئيس النادي يكون على رأس البعثة أكيد هيكون في نوع كبير جدا جدا من الالتزام، هيكون في نوع كبير جدا زي ما بقول لك من الروح العالية، ومش ناقص الأهلي الروح العالية، لكن بيدي قيمة للبعثة ما فيش شك. وجود الكابتن محمود الخطيب على رأس بعثة كرة القدم طبعا أكيد بيدي قيمة كبيرة جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعني أنا متفائل المباراة اللي جاية، متفائل إن شاء الله.